بسكويت بالسمسم كتير هو هش، زيت 150 جرام، سكر 100 جرام، بنحرك جيد ونوضع فانيلا معلقة صغيرة، وبنحرك المكونات دقيق 2 كوب 300 جرام، ونوضع البيكنج باودر معلقة صغيرة، وبننخل وبنعجن كويس. هيك أصبحوا جاهزين، بنريحها 10 دقائق، وبنجيب السمسم نوضع معلقة سكر معلقة عسل، بنحرك السمسم جيد بنقلبه، وهيك أصبح جاهز. بنشكل الحجم اللي احنا بنحبه حسب ما بدكم حسب ذوقكم. بنشغل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 180 درجة مئوية بالرف الأوسط، المدة حسب نوع الفرن، لازم انتو تركبوها أكتر من رائع. هي عند أكتر من 500 وصفة صحية المعنى في الغذاء الصحي، اشترك حتى يوصلكم كل جديد. شايفين كيف فيها هشة؟ أكتر من رائعة. مع السلامة.